ضربات تركية مكثفة بالمسيرات على مواقع في شمال العراق وسوريا، وأنقرة تلوح بإمكانية شن عملية برية على حدودها الجنوبية. أكثر من أي وقت مضى تبدو تركيا عازمة على ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني واعتبار كافة بناه التحتية أهدافاً مشروعة. في أعقاب التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية بأنقرة وتبناه التنظيم الذي تصفه تركيا إرهابياً، في أحدث التحركات أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن ضربات مكثفة نفذتها مسيرتان تركيتان في تل حبش شمالي سوريا وموقعاً لقوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة جلآغا شرقي القامشلي، إلى جانب مواقع أخرى بمدينة الحسكة. وتسود أنباء عن إسقاط التحالف الدولي إحدى المسيرتين، بينما نفى الجانب التركي صحتها. لا تستبعد وزارة الدفاع التركية خيار شن عملية برية في سوريا بحسب ما رشح عن مسؤولين، استناداً للتحقيقات التي قالت إن منفذي هجوم أنقرة قدما من سوريا وتلقوا تدريبات هناك. ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات عدة بشن عملية عسكرية بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية منذ تفجيرات إسطنبول العام الماضي. وعلى الخط، أفادت مصادر رسمية تركية بتقديم مذكرة للبرلمان تقترح تمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق. تنفي قوات سوريا الديمقراطية أي صلة بمنفذي هجوم أنقرة، ويقول قائدها مظلوم عبدي إن تركيا تبحث عن ذرائع للمضي قدما في استهداف الشمال السوري.